هنبدأ مع بعض تكملة منهج كونكت 4 للصف الرابع الابتدائي، وهنبدأ النهاردة في دراسة يونيت 11 اللي بعنوان What can we do؟ What can we do يعني ماذا نستطيع أن نفعل؟ خلونا نبدأ بقى. شايفين الصورة فيها وسائل مواصلات، يبقى أكيد ده التوبيك بتاع اليونيت، وفعلا هو ده. هنبدأ مع بعض طبعا دلوقتي Lesson 1، الدرس الأول Lesson 1 اللي بعنوان Transportation. Transportation يعني وسائل المواصلات. هنبدأ نقرأ الكلمات الجديدة: bus، bus، أتوبيس أو حافلة، station، station، محطة، train، train، اللي هو القطار، ship، ship، سفينة، طبعا دي اللي بتبقى كبيرة بالشكل اللي في الصورة كده، أما الحاجة الصغيرة دي اللي بنجدف بإيدينا اسمها بوت، بوت، قارب، بلين، بلين، طائرة، بلين، كار، كار، سيارة، طبعا الطائرة بتنزل أو landed in airport، airport اللي هو المطار، airport. كلمة بورت لوحدها يعني ميناء، وغالبا اللي هو الخاص بالship and port اللي هو الميناء بتاع السفن والقوارب. أما الإيربورت بقى اللي هو الميناء الجوي اللي هو طبعا المطار. ريل، ريل اللي هو السكة الحديد. أون فوت، أون فوت، سيرا على الأقدام. أوكي، عندنا كلمات كمان: رود، رود، طريق، انترفيو، انترفيو، مقابلة شخصية. ممكن كمان ننطقها انرفيو، interview. under، under يعني تحت أو أسفل. city، city مدينة كبيرة، or city زي القاهرة. نحفظ إن city like Cairo الاتنين بيبدأوا بالحرف السي، city. okay. vehicle، vehicle مركبة أو عربة، أي حاجة بتتركب ممكن نقول عليها vehicle، vehicle اللي هي مركبة. Transportation، transportation ده عنوان درسنا اللي هي وسائل المواصلات. Transportation. Air، air هواء أو جو. Water، water مية أو مياه. هنروح على ال conjugation of verbs، تصريف الأفعال. عندنا ال regular verbs الأول: travel، traveled يسافر أو ينتقل، move، moved يتحرك. الـ irregular verbs come، came يأتي، ride، rode يركب. عندنا الـ important expressions and prepositions، عندنا on the water عبر المياه، move on يتحرك على، on the road على الطريق، by car بواسطة السيارة، go through the air يذهب عن طريق الجو، go through the air. under the vehicle، under the vehicle يعني تحت المركبة. طيب خلينا نروح على طول على جزء الـ language function. بيقول لنا هنا لو حبينا نتكلم talking about your favorite transportation، الحديث عن مواصلة، وسيلة المواصلات المفضلة لديك. فالولد هنا شايفينه asking the girl، وبيقول لها which is your favorite transportation، which is your favorite transportation يعني أي وسائل النقل المفضلة لديك. ردت عليه وقالت له my favorite transportation is a ship، my favorite transportation is a ship هي السفينة. وسيلة المواصلات المفضلة لدي هي السفينة. I love traveling on water. I love traveling on water. أحب السفر عبر المياه. عندنا بقى جزء مهم في اللانجوج أو حاجة خاصة في الجرامر اللي هي الـ prepositions for transportation، حروف الجر الخاصة بوسائل المواصلات. ناخد بالنا، أنا بقول أنا بسافر بواسطة كذا، أنا بحب السفر بواسطة وسيلة معينة، فحروف الجر المناسبة دي اللي هنشوفها دلوقتي. بيقول لنا إن حرف الجر باي اللي هو معناه بواسطة بيجي مع كل
means of transport, transport مع كل وسائل المواصلات means of transport بيسبقها كلمة باي، بس بشرط إن ما يكونش فيه فاصل ما بين حرف الجر باي واسم الوسيلة المواصلات. يعني إيه؟ المثال ده هيوضح لنا. الولد بيقول لنا we travel by car، car ده اسم وسيلة المواصلات، ده حرف الجر، مفيش حاجة ما بينهم. ما قالش مثلا by my car، ما قالش my car أو the car أو a car، مفيش حاجة في النص هنا، فعشان كده أقدر أستخدم by عادي معاها. هنا البنت بتقول لنا I love traveling by plane، أنا بحب السفر بالطائرة. هنا برضو plane مفيش حاجة قبلها، حرف الجر بس، مفيش حاجة بتفصل ما بينهم، مفيش a plane ولا the plane ولا my plane. تمام كده؟ تمام. أم طب لو في حاجة بتفصل، قال لك لا، لو في أي أداة بتفصل ما بين وسيلة المواصلات وحرف الجر، زي مثلا زي ما قلنا a or an or the أو أي ضمير ملكية زي my مثلا، في الحالة دي مش هينفع استخدم by. مادام في حاجة من دول قبل اسم وسيلة المواصلات بضطر أروح أستخدم يا إما on يا إما in. طيب بيقول لك بس قبل ما نعرف on مع مين وin مع مين، نفتكر إن أنا دايما لما بقول بروح مكان فلاني سيرا على الأقدام بستخدم دايما حرف الجر on، on foot. تمام؟ طيب بيقول لنا إن أنا دايما بستخدم حرف الجر in قبل وسائل المواصلات الخاصة زي car زي تاكسي. طب حتى هيقول لي طب ما التاكسي دي مش خاص، لا بس انا لما بوقف التاكسي او باخد التاكسي بيبقى خاص بيا انا، لحد ما يوديني مشواري فبيبقى الرحله دي خاصه بيا انا، لكن مش اي حد يوقفه ما دام انا موجود فيه يقدر يكمل معايا نفس الرحله بتاعتي. فعشان كده بقول in a car or in my car او in the taxi وهكذا أو in a taxi. طيب أمال on قلنا on بتيجي مع on foot لو أنا بقول رايح مكان سنة أقدم، أو أي وسيلة تانية اللي بيقول عليها المواصلات العامة اللي هي مش بتاعتي، مش رايحة مشوار خاص بيا أنا، هي بتمشي في خط معين أو في طريق معين وأنا بركب أو الناس كلها بتركب عادي وبتنزل في المكان اللي عايزاه، like الباص plane train وهكذا. نشوف الأمثلة هنا، يقول I go to school on foot، on foot سيرا على الأقدام. I love traveling on the train، on the train. طيب بيقول لنا في حاجة كمان، where means of transportation move، أين وسائل المواصلات بتتحرك؟ في عندنا طبعا 3 أنواع من وسائل المواصلات. أول نوع اللي هو on the water على المية زي الشاب زي البوت، on the road على الطريق like bus like car taxi، on the rail على قضبان سكة الحديد under اللي هي بتبقى موجودة، يقصد الريل دي اللي هي under the vehicle اللي هي بتبقى تحت العربيات أو تحت المركبة. تمام، خلينا كده نحل مع بعض الكويز الصغير ده عشان نتأكد إن إحنا فهمنا حروف الجر اللي بتيجي مع وسائل المواصلات. turn on your mic and read number one and choose the correct preposition. They often travel by car. باي، بما إن كار مفيش قبلها أي حاجة تانية يبقى باي على طول. number two He goes to his office on foot. On foot سيرا على الأقدام. Okay, next. The a bus. Some Sorry, people. some people go to work. Go to work. On bus. إيه، مفيش أي حاجة قبل الباص فعشان كده مش هينفع أستخدم on. Sorry, by bus. باي باس. اوكي نيكست. My sister loves traveling the train.
عندنا ذا، يبقى مش هينفع باي. on on the train. برافو. طيب ثواني clear and go up. okay read 5. They prefer to go to school by bike. باي بايك. اوكي He likes to travel a ship. On a ship. ownership برضه. طيب خلينا نروح برضه للتمرين التاني. read and complete by or on. يا ترى هنحط قبل هنا by ولا on؟ ready. I usually go to school by bus. برافو. يبقى هنا by. next. You also might travel by train. excellent. by train. next. Going to school on foot is good for your health. برافو. on. next. She goes to the cinema on the bus. on the bus. excellent. Who comes to school boy core? By car. excellent. okay. They travel to Australia plane by plane. By plane. excellent. okay. okay.